الالومنيوم في الفندق. شركه قص الالومنيوم هي الشركه الوحيده المنتجه كامل الالومنيوم. كامل الالومنيوم بتنتج 320,000 طن في السبعينات باذن الله. دكتور محمد فوتو انا فوتو تعمل ايه الشغلانه يا ابني؟ والله العظيم يعني الواحد لو كل واحد يرجع جارته سامعني؟ لا طب ما انا عادي اهو، ما انا كنت عامل كده عادي برضه. انا اسف. تعالى معانا انا بعرف ازق اقسم بالله. ممكن بس ناخد حركة بسرعة بعد اذنكم؟ ممكن بس الحركة سريعة شوية بعد اذنكم؟ اتحرك شوية. ممكن يا فندم بس ممكن نخلي الحركة سريعة بعد اذنكم؟ ممكن الحركة سريعة بعد اذنكم؟ ممكن الحركة سريعة بعد اذنكم؟
محدش يزوق حرك سوق حرك. شوف انت بتزوق، انت بتزوق. طب نرجع ورا خطوه بس كده عشان تشوف الناس كمان. عايز ارجع، مش عايز ارجع منهم. نرجع يا جماعه عشان يعرف. السلام عليكم. ممكن الموبايل ده بس هو في مشروع سوق جمله جديد. لا لا على غرار سوق العبور على مستوى كبير جدا جدا معمول فيها مع حضرتك على صعيد الشرق على تقاطع منزل الدائري الاقليمي مع كريمات الزعفران. هي مجموعه طرق محترمه جدا، منزل الدائري الاقليمي مع كريمات الزعفران. حضرتك احنا مركزين على نقل السكان. زي مشروع الجمله في طبعا قرار ورش عندنا